للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق. دكتور حسن، بعد التحية، نقلة نوعية كبيرة شهدها قطاع الطرق في مصر منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، ولكن هذه النهضة العظيمة في هذا القطاع جعلت المؤسسات الدولية تتفق على أن مصر قفزت بمؤشراتها من مؤشر 128 أو 118 إلى المركز 28 على مستوى العالم في جودة الطرق. دكتور حسن، يعني في اجتماع الرئيس اليوم لمتابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، ما هي في رأي حضرتك دلالات المتابعة في هذا التوقيت بالتحديد؟ على حضرتك والمشاهد الكريم، النقل هو داعم لمشروعات التنمية بكافة صورها، والدولة من 2014 إلى الآن ولا زالت مستمرة تدعم قطاع النقل إيمانا من الدولة بأن ما فيش تنمية من غير شبكة بنية أساسية وشبكة نقل قوية. طبعا قطاعات النقل المختلفة، سواء تكلمنا عن النقل البري والطرق وما تم في الطرق من خلال المشروع القومي اللي كما أشرت حضرتك أشاد به المجتمع الدولي وساهم في رفع معيار جودة الطرق على مستوى جمهورية مصر العربية من المرتبة 118 ل 28، لكن في الواقع هو كان الهدف أعمق وأهم، اللي هو أن أنا بدعم مشروعات تنمية مستدامة زراعيا وصناعيا وسياحيا وعمرانيا، بمعنى أن أنا ما أقدرش أعمل مدن جديدة من غير شبكة نقل، ما أقدرش أزرع الصحراء وأعمل مناطق استصلاح جديدة من غير ما يكون عندي شبكة نقل، ما نقدرش نستغل الثروات الطبيعية من مناجم ومحاجر ونعمل مناطق صناعية من غير شبكة نقل. عشان كده الدولة بدأت بتوفير البنية الأساسية القوية ومنها قطاع النقل علشان نقدر ندعم مشروعات التنمية المستدامة، ولازلنا شغالين في هذا الأمر. يكفي ان احنا قبل 2014 كنا عايشين على 6% من مساحة مصر، مع الزيادة السكانية اللي بتوصل ل 2.5 مليون في السنة كان لابد اننا ننتشر افقيا، وعشان ننتشر على مساحة جغرافية اكبر واعمل مدن جديدة لابد ان يكون قطاع النقل يخدم معايا في هذا الامر. ويمكن التقرير اللي عرضتوه حضراتكم حتى لا استقطع وقت طويل منكم بيتكلم عن شبكة السكة الحديد الجديدة، وده احد القطاعات اللي الدولة اشتغلت عليها. انا عندي يعني مقولة ان ده يعني عندي ايمان ان ده مشروع قومي للنهوض بشبكة السكة الحديد. اشتغلنا من 2014 على تطوير مرفق السكة الحديد اللي كان على شفا الانهيار، طورنا يعني بنية أساسية للمرفق، حولنا نظم تحكم وإشارات للنظام الإلكتروني، ضخينا 1200 عربة نقل بضائع وركاب وجرارات جديدة، وتعتبر بمثابة دماء جديدة في شرايين سكك حديد المصرية، ولازلنا نطور بالإضافة إلى دخول النقل الأكبر والقطارات الكهربائية السريعة، خط الأول من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورا بالعالمين الجديدة، وده يستطيع المواطن انه يشاهده على الارض الانجازات اللي بتتم فيه الشركات المصريه الوطنيه التي تقوم بتنفيذ البنيه الاساسيه لهذا القطار، سواء من محطات او الجسر او الكباري او الانفاق الخاصه بهذا المسار، بالاضافه الى المرحلة الثانية حضرتك أشرت إليها أو التقرير. طب دكتور حسن، ولك إسهامات كثيرة نعلمها جيدا منذ سنوات، تقييم سيادتك لمساعي مصر الحالية للتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة سواء في وسائل النقل الجماعي أو في حتى وسائل النقل الخاصة، ومردودات كل هذه السياسات الإيجابية على قطاع النقل بشكل عام، وده طبعا بالإضافة للأغراض البيئية بالطبع؟ يعني الاتجاه للجر الكهربائي ده يعني كان حلم بنحلمه من زمان، لكن دخل في وقته، لأن ما كانش أقدر أدخل الجر الكهربائي من غير ما يكون عندي شبكة طاقة كهربائية ومحطات كهرباء تديني الطاقة الكهربائية اللي أنا عايزها عشان أشغل وسائل نقل بالجر الكهربائي. يعني الناس اللي كانت بتنتقد بيقول إن أنتوا بتستخدموا الجر بالديزل وإن الكلام ده كله اتغير على مستوى العالم، الإجابة كانت واضحة وصريحة لمن يريد أن يراها، إن أنا ما كانش عندي طاقة كهربائية أقدر أعمل بيها ده، لكن مع تطوير البنية الأساسية لمحطات الكهرباء، وده كان مشروع قومي تاني يتفرد له مساحة ويتكلم عنه زمايلنا بتوع الكهرباء، أصبح دلوقتي عندي فائض 30%، فأصبح إن أنا وربطنا على دول الجوار الإقليمي الشبكات الكهرباء، فأقدر دلوقتي إن أنا أتحول للنقل الأخضر اللي هيكون لي تأثير الجر الأخضر أو الجر الكهربائي اللي هيكون لي تأثير إيجابي على البيئة، من مفيش بقى انبعاثات غازية، مفيش تلوث للهواء، الكلام ده كله هيكون لي تأثير إيجابي على توفير مناخ جيد وحياة أفضل للمواطن، حتى التلوث ده بيبقى ليه تأثير كمان على مش بس صحة المواطن، كمان على المناطق الزراعية وعلى المناطق الصناعية، فلما يكون الكلام ده كله بنقدر ان احنا ندخله
تمشيا مع السياسات الدولية في هذا الأمر، ده كله شيء مرغوب وجيد وله مردود إيجابي يعني. كل الشكر والتقدير الأستاذ الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق، شكرا جزيلا لك.